استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك، انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخوان انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. إليسه. من يا اخويا؟ إليسه. مين إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. مين يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. اهدي ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعال لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب حياتي لما انا لما حياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهارده تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة، ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش، وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي، اهدي، يا نهار أسود ومنيل. آه، آه، شقايا راح يامه، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح يامه. ده أنت ليتك سودا يا عوضين، أنت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دم. شاي ايه؟ شاي بشاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح شاي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا اقعد انتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدقت الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولاني. يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهاردة في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا والله ولسه فيك نحو يا بلد. معي يا مصر. المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح؟ دي اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه ايوه مال ايوه. واوعى تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنزلش. ان شاء الله. يلا نط يوم ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقولي الف مبروك. واني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ مالك يا ام شلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا
صلاة النبي يا صلاة النبي، زفة كمان زفة يما. كل دي هم قلتيش لحد، راني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول هم. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مرة واحنا بنكتب الكتاب واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهاني. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبة لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنها الاستاذ رمضان، بيمتحنها ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سيدي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت، وانا شايفه زي الحرير كده. ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبطك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل انكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قارفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان ما تحبكش امال، نقرا الفتحه. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا وحبك ونسى كل الدنيا دي وغمضنا. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطة وبس. بص بص يلا ياما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، وش خدوده وش رجليه؟ انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحاسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حماقي وكاتب ليها على الصوره ناويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحماقي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكره يا حاج سليمان. فضحتيش قلبي في حماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كرسي انجليزي.